احنا راح نكون اليوم بفقرة في غاية الأهمية لها دخل بالبحث العلمي. دائما متعودين يمكن في استديوهات يوم جديد أو بشكل عام بكل المقابلات بتكون أمور البحث العلمي خاصة بطلاب الجامعات أو بدكاترة أو ما بعد هيك في سن متقدم، ولكن اليوم المميز أنه الطالبة اللي قامت بالبحث العلمي هي صف 11 طالعة توجيهي، بس أكيد ما بينخاف عليها يعني. إناس غازي شركاس لتحدثنا أكثر عن هذا البحث الخاص بقشور الرمان وتحديدا مادة التنين اللي ممكن أنها تكون مادة كتير مفيدة ومضادة للميكروبات. خلينا نعرف التفاصيل من إناس. أهلا وسهلا فيك. صباح الورد. صباح النور. كيفك أنوسة؟ تمام الحمد لله. طبعا زي ما حكيت البحث العلمي دائما هيك بسن أكبر، إحنا مش متعودين كتير نسمع طلاب مدارس عم بيعملوا بحث علمي، مع أنه هذا بقول أنه قديش في عنا طلاب متميزين زيك، وما بنكر اني كثير مبسوطه بهذا الموضوع. فاحكي لنا من وين خطر ببالك تعملي بحث علمي ناس؟ هلا انا صراحه بابا هو باحث، فانا بشوف بابا شغله، انا كثير حبيت شغله، كثير حبيت اللي هو بيعمله، يعني بيمسك مثلا بيسال حاله سؤال وبيبلش يشتغل عليه بده يوصل للاجابه لحتى يوصلها للناس. فانا صراحه لما شفت بابا بيعمل هيك صرت بدي اعمل زيه، فبلشت ادور كيف ممكن اني ابلش ببحث علمي بمشروع زي هيك شيء. سالت حالي اسئله وقرأت أكثر على النت، طالعت وتوصلت لسؤال اللي هو سؤال اللي بيحمله مشروعي، إيش أثر قشرة الرمان ومركبات مستخلصة من قشرة الرمان واسمها مركبات التانين على أنواع من البكتيريا. يعني عجبني موضوع الأسئلة، كل العلماء اللي اكتشفوا حقائق بهاي الحياة إنه الأرض مدورة وإنه كيف بتشرق الشمس كانوا بيسألوا نفسهم أسئلة وبشكوا بكل شيء حتى يقدروا يلاقوا إجابات للأمور اللي موجودة حوالينا. طب إناس، قشور الرمان، يعني أنا اطلعت شوي على الملخص الخاص بالبحث، احكي لنا آلية عملك، يعني أنت كيف عرفتي أنه قشر الرمان ومادة التانين الموجودة بقشر الرمان بتأثر بشكل إيجابي وبتقتل الميكروبات وأنواع متعددة من البكتيريا كمان وسلالاتها يعني هيك مسمينها عائلات. بالنسبة للرمان في كثير دراسات أجريت قبل هيك من مختلف الأماكن على قشور الرمان، بدهم يشوفوا كيف أثرها على الميكروبات بشكل عام، على بكتيريا، فيروسات، فطريات وإلى آخره. بس كل الدراسات اللي أنا شفتها لحد الآن هي دراسات بتكون محصورة بعدد معين من البكتيريا، فأنا حبيت أستخدم بدراستي أوسع الدراسة. بالضبط، يعني أنا اشتغلت على 19 سترين بكتيريا، وكان يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، يعني كان نوعين، كان في منه مقاوم للعلاج وكان في منه يعني بتأثر بالعلاج. بالضبط. ف يعني كان عندك كيف مثلا اشتغلتي انت، كان عندك مختبر معين؟ لجأتي لمختبرات معينه في اشخاص؟ يعني احكي لنا هيك التفاصيل من بدايتها لنهايتها، اول ما خطرت ببالك الفكره وصرتي بدك تعمليها، وين توجهتي؟ شو سويتي؟ هلا انا اول ما خطرت على بالي الفكره رحت على مركز حمدي مانجو للبحوث العلميه، هو موجود في الجامعه الاردنيه، وصار في زي يعني حكيت لهم عن فكره مشروعي وحبوا انهم يساعدوني. تمام. واشتغلت عندهم باللاب، يعني تقريبا انا اشتغلت على المشروع سنه، فطول هاي السنه كنت اشتغل عندهم في حمدي مانجو. لهم كل التحيه على الدعم. والله يعني هم عن جد تعبوا معي واشتغلوا معي، فعلا شغل صح، يعني انا كثير مبسوطه صراحه. وهناك بمختبر الموجود بالجامعه الاردنيه قدرتي انك تجيبي سلالات البكتيريا المقاومه والغير مقاومه وتختبري عليها قشور الرمان وماده التنين تحديدا، شو لقيتي؟ هلا التست نفسه اللي عملته على البكتيريا كان يعني نوعا ما ممتع، انه حطيت زي اجر بليتس وضفت عليهم المادة أو العلاج وشفت إيش النتيجة اللي رح تطلع معي. هلأ بشكل عام النتائج اللي طلعت معي كانت مشجعة كثير بالنسبة لقشرة رمان ومركب تانين. يعني مثلا أنا قلت لك أنه عملت المشروع على 19 نوع بكتيريا، كل الجرام بوزيتيف بكتيريا واللي هي تقريبا كانوا اعطينا بالمصطلحات العلميه هاي صعبه علي. هلا هي عباره يعني انواع من البكتيريا لما تضيفي عليها صبغه بيكون يعني في لها زي رياكشن معين او رده فعل. بالضبط، رده فعل معينه بتكون لها، فهذا النوع من البكتيريا كلياته تاثر بالتانين وبقشره الرمان وتاثر بشكل كبير. في عندي نفس الشيء الجرام نيجاتيف واللي هي اللي بنحكي انه هي بتكون صعب انه تتقبل العلاج بسرعه. تمام. يعني اللي بتقاوم العلاج هي اصلا المشكله
بالشو اسمه بالميكروبات بشكل هي عام. هي هاي اصلا المشكله فيها يعني هذا النوع من انواع البكتيريا. لانه هي بتكون كثير مقاومه للامراض للشو اسمه لل برضه تاثرت بشكل ايجابي مع ماده التنين. تاثرت بشكل ايجابي ولكن في بعض السترينز بتذكر كانوا 3 سترينز ما تاثروا كثير بالعلاج. طب ايناس لما عم نحكي عن ماده طبيعيه مثل قشور الرمان اللي نوعا ما بشكل عام انا مش طبيبه بس بيقولوا يعني المواد الطبيعيه اثارها السلبيه بتكون اقل من المواد الكيماويه اللي بنستخدمها كمضادات للميكروبات والبكتيريا. احكي لنا كيف ممكن نستخدم مثل هذا البحث. هلا مثل هذا البحث ممكن انه نحدد مثلا تركيز معين للتانين ولقشره الرمان ونصنع منه ادويه او كريمات للبشره للجلد يعني مثلا البكتيريا العاديه اللي بتيجي على الايدين ممكن انه نعمل مراهم او كريمات عاديه ونحطها على الايدين او على المنطقه اللي فيها بكتيريا بشكل عام وتعالجها بشكل انه نضمن ما يصير في زي ما بنقول شو اسمه سايد افكتس اعراض جانبيه بالضبط لها اعراض جانبيه على جسم الانسان لانه مشكله المضادات الحيويه العاديه انه هي قد ما كانت مفيده لجسم الانسان تعمل اثار سلبيه كثير من الاشخاص احنا يعني مزبوط. الهدف من هذا من هاي دراسه انه احنا نلاقي علاج ثاني بدون غير اعراض جانبيه بالضبط نقلل من الاعراض الجانبيه. طيب احكي لنا اول شيء الطلاب اللي زيك الصغار هيك اللي ببلشوا بموضوع البحث العلمي كيف بيلاقوا؟ هل بيلاقوا دعم ولا الدعم بيجي نوعا ما متاخر؟ شو المشاكل اللي بديش اقول مشاكل خلينا اقول تحديات انك تجاوزتيها وصلتي انك وصلتي لنتائج حلوه بموضوع البحث. احكي لنا شو التحديات اللي واجهتك. هلا التحديات كثير وصراحه يعني الطالب لما بده يعمل مشروع بده يكون حاطط في باله انه انا كثير رح يعني رح يصير في عندي احباط او هيك يعني رح احس حالي مش فاهم رح احس حالي ضايع نفسي يكون طويل بالضبط رح احس انه ما في دعم هيك الشخص بحس بالاول يعني انا في البدايه كنت هيك كثير متضايقه انه انا قاعده عم بحكي عن مشروعي وما حد مهتم بس بعدين طبعا الطالب لازم يثبت حاله يعني لازم يشتغل ويفرجي الناس انه انا قاعده عم بشتغل وانا قاعده عم بيطلع معي نتائج صح. لحتى يوصل الدعم بشكل عام لازم يزيد الدعم والاهتمام بطلاب المدارس خصوصا لانه طالب المدرسه بس يحس انه ما في اهتمام خلص بترك الموضوع يعني نادر ما تلاقي حدا يصر صح. على الشيء اللي بده اياه فطلاب المدارس لازم انه ياخذوا دعم مش بس يعني مادي ممكن انه برضه ياخذوا دعم معنوي بالضبط او يوفروا لهم زي ما تفضلت يعني المختبرات اللي بالزبط. ممكن انهم يشتغلوا فيها يعني بحث زي هذا بيحتاج مختبر حتى تقدري تشتغلي الشغل وتثبتي النتائج هاي بالزبط. والمختبر عم نحكي ما بتقدريش شيء توفريه بالبيت يعني اكيد فمحتاجين عن جد. بتحبي في اشخاص معين بتحبي تشكريهم لانه عن جد خلينا نعطي يعني كل شخص حقه في موضوع الدعم اللي قدم لك اياه حتى كمان يتشجعوا يقدموا دعم اخر لطلاب اخرين. هلا انا بدايه بحب اشكر بابا اكيد بوجه لكم اهم شيء لانه بابا عن جد كثير تعب معي كثير ساعدني وكونه هو باحث برضه كثير وجهني انه علمني مثلا كيف تكتبي بحث كيف تفكري كيف تحطي اسئله يعني هو كثير ساعدني. وطبعا لازم اني اشكر الدكتور ياسر البستنجي وهو مدير مركز حمدي مانجو هو استاذ في كليه الصيدله انا كثير بشكره لانه فعلا هو والدكتوره نهايه كربليه وجميع المساعدين اللي كانوا موجودين برضه المختصين اللي كانوا في حمدي مانجو اللي ساعدوني كلياتهم كان لهم اثر كبير في نجاح المشروع وفي نجاحي انا وفي اصراري اني اكمل على المشروع. بنوجه لهم كل التحيه ويمكن هيك بالنهايه بدي اسالك انت السنه الجايه توجيهي الله يكون معك يوفقك يعطيكي على قد الجهد اللي راح تقدميه انا متاكده رح تكوني من المتفوقين. شو حابه تدرسي؟ ان شاء الله طب. طب انا يعني توقعت طب صيدله شيء له دخل بالتحاليل وال هو انا يعني حسب المشروع حسيت انه عن جد في لي توجه بالطب امراض وبكتيريا وعلاج كثير حبيته. انا متاكده انه كمان موضوع الابحاث العلميه والشغل بايدك بيساعد كثير على تثبيت المعلومات اللي بتاخذوها من خلال المعلم بمواد معينه فبننصح كل الطلاب انهم يمارسوا هاي بدي اسميه نشاط ونشاط بيقدر انه يخرج زي نشاط لا منهجي بالضبط مهمة. كل الشكر لك إناس غازي شركاس وموفقة وشكرا لك على المجهود اللي قدمته. شكرا لك على استضافتي. نشوف هذا البحث كمان على أرض الواقع ونشوفه كدواء صحي طبيعي ممكن إنه يقتل كثير من الميكروبات والبكتيريا. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.